الجامع الأخضر أو زي ما بيطلقوا عليه جامع الألف عمود أو جامع الحي الغربي هو موجود في غرب إسكندرية، والجامع ده أصلاً كانت كنيسة البابا سقونة. الكنيسة دي تعتبر من أقدم الكنائس في مصر، وتعتبر الكنيسة الثانية بعد كنيسة بوكاليا اللي بناها القديس ماري مرقس الرسول، بناها البابا سقونة 16، واعتبرت المقر الباباوي وفضلت ليه أهمية لحد القرن السادس الميلادي. مكان الكنيسة دي اترجمت فيها التوراة اللي هي الترجمة السبعينية بعد بطليموس فيلادلفيوس. كمان الكنيسة دي اتحولت لجامع مع دخول العرب مصر. الجامع ده اتحول لمكان دفاع عسكري عشان يصدوا الحملة الفرنسية. بعد كده في عهد محمد علي اتحولت لمستشفى عسكري، وبعدين باعوها لواحد عشان يحولها لمخزن للقطن، وبعد كده المكان ده اندثر، ويعتبر ان هم باعوه للفرنسيسكان، ومكانه الحالي هو مكان كنيسة القديسة ريتا اللي موجودة في المنشية.